بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالميديكال جاز كجزء من أجزاء البلومينج ماتريكس. النهاردة بإذن الله هتبقى المحاضرة خاصة بالجزء بتاع الدروينج، إن أنا لما أجي أعمل البايب روتينج بتاعي، لما أختار أماكن الريازر بتاعتي، لما أختار اللي هي الغرف الخاصة بالإكيومنت بتاعت الميديكال جاز، سواء كانت خاصة بالكمبريسور أو خاصة بالميديكال فاكيوم بامب أو خاصة ب المعدات المختلفة. كذلك الأمر بالنسبة لي اللي هي أماكن التيرمينال يونت وعددها قد إيه، أماكن الـ EVSU وبتتحط فين. ده كله بإذن الله هنتعرف عليه إن شاء الله خلال المحاضرة ديت واللي جاية بإذن الله، ودي بتبقى من الحاجات المهمة جدا، ودي اللي هي بنسميها الاعتبارات التصميمية أثناء عملية الرسم نفسه بتاع الميديكال جاز والتنفيذ بتاعه، سواء كان في اللي هي اللوحات بتاعتنا اللي هي اللوحات التصميمية، أو حتى في السايت لازم يبقى عنده برضو الاعتبارات ده هي واخدها في الاعتبار، علشان خاطر لو حصل ان هي تبقى حاجة، لو حصل ان الماسورة مثلا اتعملت بشكل مش مظبوط، او حصل مشكلة في اكيومنت او غيرها، هتبقى مشكلة كبيرة جدا، لان هنا عندك المعدات نفسها بتاعت الميديكال جاز بتبقى حاجة ضخمة، يعني حاجة كبيرة. فلازم يبقى الاختيار بتاع الاماكن اللي هي بتتحط فيها والصيانات وغيرها تبقى مأخوذة بعين الاعتبار ومأخوذة بحذر اثناء عملية السيليكشن اللي هي الغرف اللي احنا بنصممها للميديكال جاز اكيوبمنت. زي ما اتفقنا احنا في الديزاين، زي ما اتفقنا من المرة اللي فاتت، ان احنا قسمناه لجزئين، جزء خاص بالكالكوليشن وده اخدناه المرة اللي فاتت، اللي هي الحسابات بتاعت الميديكال جاز سيستم، الجاز سورس، البايب سايزنج، الحاجات دي كلها. وبعد كده الجزء الثاني من الديزاين برضو يبقى اللي هو ايه، خاص بالدروينج او خاصة بعملية التنفيذ للإكيومنت بتاعتي واختيار اللوكيشن بتاعها والبايب روتينج والحاجات دي. طيب الدرونج برضو هنا بيبقى بينضم تحتيه او بيقع تحت اطار الدرونج عدة حاجات، من ضمنها اللي هي لوكيت تيرمينال يونت، يبقى هنا المخارج بتاعتك عددها قد ايه، تمام، انواع المخارج ده هي قد ايه بالنسبة لكل فراغ من الفراغات، هنتعرف عليها بإذن الله. بعد كده في عندي اللي هو preliminary gas source location، ان انا احدد اللي هو المصادر بتاعت الغازات بتاعتي، وليكن مثلا بالنسبة للأكسجين أنا عندي اللي هو البالك تانك اللي هو الليكويد اللي هي بتاع الوحدة الـ VIE، بختار مكانها على أساس إيه، لازم يبعد عن المباني اللي حواليه بمسافة قد إيه، كل ده هنتعرف عليه إن شاء الله. بعد كده عندي اللي هو الـ EVSU أو اللي هي الـ Area Valve Services Unit، اللي هي بنسميها الـ Valve Box أو الـ Zone Valve، تمام، اللي هو بنحطه بالنسبة للأقسام أو الغرف المختلفة، هنشوف الأماكن بتاعته والريستريكشن بتاعته. بعد كده عندي اللي هو الجاز رايزر، تمام، الميديكال جاز رايزر اللي هي الصواعد بتاعة الميديكال جاز، تمام، هل هو ينفع يتحط مع مواسير تانية خاصة مثلا بووتر سبلاي، خاصة بدرين، خاصة بسيرفيسز تانية موجود عندي، ولا لازم يبقى لي شافت مختص بيه، هنتعرف عليه بإذن الله. بعد كده عندي اللي هو اللاين فالف اسمبلي او اللي هو الصمام العزل اللي بيبقى موجود عندي على المداخل بتاعت الرايزر، بيبقى عند الجاس سورس، الحاجات دي كلها هنتعرف برضو على الريستريكشن بتاعته. بالنسبة للبايب روتينج، ايه هي الريستريكشنز بتاعتها، وايه هي البايب روتينج تعدي فين وما تعديش فين، ايه هي الفراغات اللي ما ينفعش تعدي فيها بمواسير ميديكال جاز، دي برضو هنتعرف عليها باذن الله في المحاضرتين دول ان شاء الله. بعد كده عندي اللي هو اللوكيت الارم يونتس، اللي هي بنحدد اللي هي الوحدات او اللوحات اللي هي خاصه بالانذار، تمام. بعد كده هنحدد اللي هي الانتيك فور كومبريسور والاكزوست فور فاكيوم بامب. الانتيك فور كومبريسور اللي هو المأخذ بتاع الكومبريسور، والاكزوست فور فاكيوم بامب اللي هي المكان نفسه بتاع الاكزوست الخاص بالترومبات او خاص ب اللي هي وحدات الاي جي اس اس، تمام، وخاصه ب اللي هي الفاكيوم بامب اللي هي الوحدات بتاعه الفاكيوم او الخاصه بالميديكال فاكيوم.
اول حاجه بالنسبه للتيرمينال يونتس، يعني هي طبعا الجزء بتاع الدرونج ده والريستريكشن بتاعت الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها التصميميه ديت كتير، فممكن ما تبقاش محاضرتين، لا ممكن تبقى اكتر على حسب طبعا ايه الكميه بتاعت الداتا اللي احنا ايه هنبدا نتكلم عنها. لو اتكلمنا عن القصه بتاعت التيرمينال يونت او اللي هي المخارج بتاعتي، سواء كانت التيرمينال يونت ديت من النوع اللي هي الوول تايب او الوول ماونت تايب، او كانت من النوع اللي هي السيلينج بندنت، او كانت من النوع اللي هي البيد هيد يونت، فدي كلها انواع مخارج تمام. لكن كعدد مخارج نفسها والجازز نفسها اللي هتضخ في المخارج دي بتتوقف على اللي هي الجداول الخاصه بالاتش تي ام تمام. ده هتلاقيه في بارت ايه شابتر 3، فهنا بيدي لك الجداول ده، وشفنا الجداول ده هيت قبل كده في تحديد انواع الغازات اللي انا بحتاجها داخل الغرف. لكن هنا الجداول دي نفسها بيبقى فيها اعداد التيرمينال يونت اللي انا بحتاجها لكل غرفه تمام. فهنا بيبقى مدي لك طبعا اللي هو الجزء اللي من فوق ده خاص بالديبارتمنت او خاص بالقسم، وبعد كده تحته اللي هي الغرف، تحته اللي هي الغرف. دايما هتلاقيه مدي لك القسم، وبعد كده الغرف اللي هي بتندرج تحت القسم ده، وبعد كده بيدي لك اللي هي انواع الغازات تمام، اكسجين، نيتروز، اللي هو الانتونوكس، ميديكال اير، ولا سيرجيكال اير، ولا ميديكال فاكيوم، ولا اي جي اس اس، ولا هيليكس تمام. فكل غاز من الغازات ده بيدي لك نمبر اوف تيرمينال يونت، عدد المخارج اللي انت محتاجها في كل غرفه من الغرف الموجوده عندك بالشكل ده. طيب يبقى هنا لما بيقول مثلا ادي الديبارتمنت اللي هو الاكسيدنت اند ايمرجنسي اللي هي قسم الحوادث تمام والطوارئ. طيب يبقى هنا بيقول لك ان ريسوسيتيشن روم بير ترولي سبيس، يعني هنا اللي هو قسم او غرفه الانعاش بير ترولي سبيس اللي هي لي اللي هي السرير الواحد او اللي هي الترولي، ترولي اللي هو ايه زي سرير كده متحرك. فقال لك هنا ان لكل واحده منهم لكل ترول سبيس دهيت بتحتاج 2 O2 و2 N2O، وبتحتاج 2 ميديكال اير، وبتحتاج 2 فاكيوم، وبتحتاج 2 اي جي اس اس. يبقى لازم اوفر مخرجين من كل نوع من انواع الغازات اللي هو ايه ذكره. وبعد كده بتلاقي تحت مثلا الغرفه بيروح كاتب لك ايه ملحوظه تمام، بيقول لك once at either side of the troll space if installed in fixed location for example trunking or posts in an articulated supply pendant that can be positioned either side of the bed space. يعني هنا بتوزع المخارج بتاعتك على جانبي اللي هي الترولي، يعني يمين وشمال، يعني هنا مثلا هتحط على اليمين مخرج O2 مخرج N2O وهكذا من الباقي المخارج. الناحية التانية برضو اللي هي الشمال يبقى هنا بتحط برضو ايه نفس العدد بتاع المخارج، بحيث انك تحقق في الاخر عدد المخارج اللي هو ايه طلبهم منك في الجدول. زي مثلا الميجور تريتمنت والبلاستر روم بيرترول سبيس اللي هي غرف الخاصة بالتكبير، في برضو اللي هي غرف الإفاقة، في برضو اللي هي التريتمنت روم كوبيكال اللي هي البارتيشن اللي بيتم فيه العلاج او بيتم فيه اعطاء الدواء وغيره اللي هي المنطقه بتاعت الامرجنسي دي. فهنا كل واحده من الحاجات دهيت بيبقى ليها عدد مخارج محدد لازم التزم بيه في التوزيع بتاع المخارج بتاعتي في الرسم تمام. لازم التزم بالعدد بتاعه وانواع الغازات المختلفه اللي بيطلبها مني. لما بيكتب زي ما قلنا وبنأكد مره تانية الرقم جنبيه بي، معناه ان ده ايه اسمه بروجكت تيم اوبشن، يعني هنا ده اوبشن ممكن تلتزم بيه او ممكن ما تلتزمش بيه وفقا للرؤيه بتاعه الايه المصمم. ماشي، ده كل الجداول اللي هي موجوده، سواء كانت بقى اللي هي القسم بتاع الامرجنسي، سواء كانت الغرف بتاعه العمليات، سواء كانت اللي هي الاقسام بتاعه العمليات، سواء كانت الاقسام الخاصه بالولاده. الحاجات دي كلها هتلاقي كل واحده فيهم فيها عدد المخارج بتاعتك اللي انت محتاجها، وكل نوع من انواع الغازات ليه عدد مخارج محدد لازم ايه تلتزم بيه. في ارقام كده هتلاقيها من فوق كده تمام، الارقام اللي هي مكتوبه فوق او اللي هي الابر سكرايب ديت، فديت بتعبر عن نوت. النوت ديت هتلاقيها في اخر الجدول ده، برضو موجود عندك في الاتش تي ام. كل واحده من دول ليها ايه نوت معينه، لازم برضو اقرا النوت ديت واشوف هي بتقول ايه.
تمام. يعني لما يكتب لك مثلا فوقيها نجمه معناها ان ده ديوال سيركت، يعني انت لازم توفر ايه مدخلين او توفر اتنين زون، تمام، اتنين زون فالف، تمام. لما بيركب لك بلس معناها ان هي دنتال فاكيوم اونلي، بي معناها بروجكت تيم اوبشن. دي الحاجات اللي هي النوتس اللي هي لازم التزم بيها في اللي هي التوزيع الخاص بالمخارج. القصه دي برضو هنا عملنا لها شيت اكسل كده خاص بي اللي هي عدد المخارج اللي هي ميديكال جاز تيرمينال يونتس، بحيث نوفر عليك العناء بتاع حصر التيرمينال يونتس والحاجات زي كده. فهنا حطينا اللي هي الديبارتمنت، وبعد كده حطينا الغرف التابعه لكل قسم من الاقسام ده. هي ما عليك ان انت لك ان انت تحط ايه عدد اللي هي الستيشن او عدد اللي هي الغرف لو كانت بتحتوي على ايه على بيدرو على بيد واحد. طيب وبعد كده هنا على طول بيقول لك والله ان بالنسبه مثلا للاكسجين انت محتاج واحد مخرج مثلا بير ايه بير روم بالنسبه للسنجل بيد روم يعني، تمام. ده في اللي هو القسم بتاع الانبيشنت اكوموديشن. وبعد كده بيحسب لك التوتال، يبقى هنا بيروح ايه يدي لك العدد المخارج من الغاز ده هو بالنسبه للسرير الواحد او بالنسبه للغرفه الواحده. وبعد كده بيروح ايه كاتب اللي هو التوتال وفقا للعدد اللي انت بتدخله اللي هو نمبر اوف روم اور ايه اور بيدز على حسب الايه الاختيار بتاع الروم تايب، تمام. الحاجات اللي هي متعلم عليها لون برتقاني دهيت اللي هي البروجكت تيم ايه بروجكت تيم اوبشن، ماشي. طبعا انت لو في حاجات انت مش هتستخدمها فخلاص انت ايه بتخفي بقى الباقي اللي هي الغرف ديت، ما عليك ان انت هتدوس على ايه على هايد ده، فهيخفي لك بقى ايه الغرف اللي انت مش هتحط لها اللي هي نمبر او ملهاش وجود عندك في اللي هي المشروع بتاعك. تستنى عليه شويه لحد ما يخفي بشكل اوتوماتيك اللي هي بقى ايه اللي هي الفراغات بتاعتك، تمام. حبيت تظهرهم خلاص يبقى بتدوس على ايه على اللي هو الزرار التاني اللي هو الانهايد، ماشي. ده بالنسبه لمين ليه اللي هو التيرمينال يونت. بعد كده التيرمينال يونت دهيت لما بنيجي نعبر عنه في الرسم المعماري نفسه او في الاوتوكاد، تمام. هنا بيبقى ليه سيمبل، كل سيمبل من السيمبلز دهيت بتعبر عن نوعيه الغاز، وده موجود عندك في حاجه اسمها بيكون ديزاين مانيوال، تمام. القصه ان هو كل سيمبل من السيمبلز ده بيعبر عن نوع غاز، وكمان السيمبل نفسه بيعبر عن نوع الكونكشن، يعني نوع الكونكتور نفسه هل هو ديس ولا كيو سي. ديس اللي هو دايمتر اندكس سيفتي سيستم تايب، ده شرحناه برضو ايه المرات اللي فاتت، اللي هو بيبقى شكله عامل زي ثريد كده، والثريد بتاعه القطر بتاعه بيختلف من نوعيه غاز لنوعيه اخرى علشان خاطر ما ينفعش ان انا اربط غاز على التيرمينال يونت مش مظبوطه. او من نوعيه اللي هي كيو سي اللي هي كويك كونكت تايب اللي هي بيبقى فيها بنوز كده وشفناها برضو في المرات اللي فاتت. فلما بيبقى مثلا ادي المخرج بتاعك عباره عن دايره سوليد كده يبقى ده عباره عن اكسجين اوتلت كيو سي تايب. لما بيبقى شكله مثلث كده يبقى هنا ده اللي هو الفاكيوم، مثلث ده مثلث مقلوب، ده مثلث عدل يبقى ميديكال اير اوتلت كيو سي تايب. لو شكله مستطيل سوليد يبقى ان 2 او اوتلت كيو سي تايب. لو كان مثلث مقلوب بس هنا ما ايه مش مظلل يعني يبقى اللي هو الاي جي اس اس او اللي هي دبليو اي جي دي اللي هي الويست انسيستا جاز ديسبوزال اللي هو الاي جي اس اس اللي هي بتاع الخاص بالغاز التخدير، تمام، او التخلص من غاز التخدير. فده اللي هي السيمبلز كلها. لما بنيجي نوزع المخارج بتاعتي يبقى لازم المخارج بتاعتي ايه التزم ب اللي هي السيمبلز ديت. وبعد كده بيبقى عندي لو اللي هي من نوع الديس تايب يبقى هنا بتلاقي حوالين اللي هي الكونكتور نفسها بتلاقي في زي علبه كده او بوكس، تمام. ادي اهو بتلاقي لو حواليها بوكس يبقى ده معناه ان هو ايه الديس تايب. فده اللي هي كل المخارج اللي انت ايه اللي انت بتحتاجها عندك في المنظومه بتاعتك. فلما بتيجي توزع بتوزع وفقا لي اللي هي السيمبلز دي. فمثلا ده هو مثلا اللي هو الاكزام روم، فهنا بحط واحده او2 وواحده ميديكال فاكيوم، يبقى هنا هتلاقي بلتزم بالسيمبل بتاعتي بتاعت المخارج بتاعتي
كذلك الامر بالنسبه لي اللي هو غرف العمليات وحاجات زي كده، بتلاقي عندك اللي هي المخارج بتاعتك في نوع اللي هو الوول تايب، وفي اللي هو الاي جي اللي هو النوع السيلينج بندنت، تمام. فهنا برضو بلتزم بانواع الغازات اللي هي ذكرها عنده في التيبلز اللي احنا شفناها في السلايدز اللي فاتت. بالنسبه للجاس سورس لوكيشن او اللي هي الاماكن بتاعه الجاس سورس او مصادر الغازات نفسها، سواء كان اللي هو البالك تانك بتاع الاكسجين، سواء كان عندك الاكيومنت روم الخاصه بي، لو مثلا عندي بلانت خاصه بالاكسجين جنريتور بلانت مثلا خاصه بالاكسجين، سواء كان عندي مثلا غرفه خاصه بالميديكال فاكيوم بامب، حاجات خاصه بي اللي هي الميديكال اير والسيرجيكال اير كومبريسورز، تمام. ايه هي الاعتبارات التصميميه لاختيار الاماكن دهيت الخاصه بالاكيومنت ديت؟ اول حاجه بالنسبه لي اللي هو الحاجه اللي معانا اللي هي البالك ليكويد تانك او اللي هو التانك المسال او الخاص بالاكسجين المسال. في الكود بتاع ال HTM او اللي هو الانجليزي يعني، فقال لك هنا بتلتزم بالمسافات دهيت على حسب الوزن بتاع ايه البالك تانك الموجود عندك. فقال لك ان لحد 20 طن يبقى هنا المسافات عندك بينه وبين البيلدينج اللي حواليه، وكذلك الامر هنا بيفرضها يعني، هنا بيقول لك مثلا المكان ده فيه فليمز، فيه سموكينج، فيه دخان، فيه لهب، هل المكان ده عباره عن طريق اللي هو بابليك رود ريلوي، ولا عباره عن مثلا مثلا سكه حديد مثلا، ولا مثلا المكان ده فيه كومبريسور، المكان ده فيه ال بي جي ستورج. هنا هتلاقي عندك كل الابلكيشن من الابلكيشنز اللي هي ممكن تلاقيها في السايت حول المكان اللي هي هتختاره لوضع اللي هو البالك تانك، يبقى لازم تسيب مسافة بينه وبين ايه الابليكيشن اللي حواليه. المسافات ده هي بتقدر ما بين 5 إلى 15 متر، يبقى هنا بتندرج كلها ما بين الى ما بين 5 إلى 15 ايه ما بين 5 إلى 15 متر، ولازم التزم بالمسافات دي. لو كانت اكتر من 20 طن برضو هنا هتلاقي عندك القيم بتتراوح ما بين 3، دي هنا هتلاقي ما بين 3 إلى 15 متر، هنا برضو نفس القصة ما بين 3 إلى 15 متر. يبقى هنا لازم عشان اختار المكان المظبوط الخاص بالتانك بتاعي فبختاره، وبشوف بعد كده المسافات بينه وبين ايه البيلدينج وبينه وبين الابليكيشن المختلفة اللي حواليه. حققت المسافات يبقى تمام، ما حققتش يبقى هنا ايه بحرك المكان شوية، بعمل له موفينج، بغير مكانه خالص لحد ما بوصل لي اللي هي المكان الاوبتيمم، بحيث ان هو يحقق معي الاشتراطات اللي هي خاصة بالمسافات او السيفت ديستانس بين اللي هو التانك ده وبين الابليكيشن الموجود عندي. فهنا قال لك ان اللوكيشن اكوردنج تو اتش تي ام 02 ذا بلانس شود بي اوف كونكريت كونستراكشن، يبقى ناخد بالنا ان البلانس اللي هي القاعده اللي بتثبت عليها اللي هو ايه الوحده بتاعه التانك بالايفابوريتور، بيبقى عندك القاعده دي بتبقى قاعده ايه خرسانيه. قال لك the area in front of vessel tanker apron should be non porous concrete، يعني هنا ناخد بالنا ان الكونكريت نفسه او الخرسانه نفسها تكون غير مساميه. غير مساميه يعني ايه؟ ما بتسمحش بامتصاص مثلا الاكسجين المسال اللي هو ممكن يحصل ليه سكب اثناء عمليه الملء واثناء عمليه اللي هي الصيانه وغيرها. under no circumstances should tarmac be used in the vicinity of liquid oxygen filling point or area where liquid oxygen spillage may occur. يبقى ان ناخد بالنا ان الطريق اللي حوالين او المكان اللي هو حوالين التانك نفسه اثناء عمليه اللي هي اللي بتدخل من خلاله اللي هو التانكر وبتتم عمليه الملء وكل اسبوعين مثلا او كل 14 يوم، لازم يبقى معمول من اللي هو الترمك اللي هو الاسفلت يعني، تمام. لازم يكون معمول من الاسفلت. طيب في برضو اللي هي حاجات خاصه بيه اللي هو ال NFPA، تمام. يبقى في حاجات خاصه بيه اللي هو ال HTM ودي بنلتزم بيها، وفي حاجات زياده لو انت حبيت يعني تلتزم بيها برضو تبع ال NFPA 55 خاصه بالسيفتي، ما بين اللي هي ال كرايوجينيك كونتينر اللي هي البالك تانك الخاص بالليكويد او الاكسجين ليكويد، وما بين ايه باقي المباني. Alex the location is out of door and meets the spacing detail required under a NFPA 55. يبقى هنا لازم يبقى المكان خارجي، ما ينفعش يبقى اندور،
تمام. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه بلتزم بالمسافات اللي هو ايه قالها لي مثلا في الان بي 55 بس شويه. انا بشوف ان هو بيدي لك اوبشنز اكتر اللي هو الاتش تي ام، وكمان بيسيف بمسافات اكبر من المسافات اللي هو مديها في اللي هو الان بي 55. هنا برضو بيدي لك اللي هو الاكسبوجر او اللي هي البيلدنج اللي حوالين المبنى، حوالين اللي هو البلك تانك بتاعك، والمسافه اللي لازم يبقى ما بينهم على الاقل. بعد كده في حاجه تانية اسمها بالك اسمها emergency oxygen supply connection، تمام. دي بتبقى واصله emergency في حاله الطوارئ، في حاله ان حدوث مشكله في اللي هي المصادر بتاعه الاكسجين الموجوده عندك في البيلدنج. فهنا لازم يبقى في واصله، الوصله ده هي بنسميها الاي او اس سي، تمام، او الايمرجنسي اوكسجين سبلاي كونكشن، بحيث ان بتيجي عربيه محمله بالاكسجين وتبدا هنا تضخ اللي هي الاكسجين بتاعها في المنظومه لحد ما تتحل المشكله او الكسر اللي حصل مثلا في المنظومه بتاعتنا، تمام. قالك هنا ان ده طبعا موجود في اللي هو المانيوال الخاص ببيكون، تمام، في بيكون ديزاين مانيوال ده برضو يعني هنحاول ان شاء الله نوفره في الداتا بتاعتنا. فهنا بيقولك ان الامرجنسي اوكسجين سبلاي كونكشن اللي هو الاي او اس سي شال بي انستولد تو الاو كونكشن اوف ا تيمبوراري اوكسيلري سورس اوف سبلاي فور امرجنسي اور مينتيننس سيتويشن وير ايذر اوف ذا فولوينج كونديشن اكزيست. يبقى هنا بنوفره في حاله تحقق شرط من الشرطين اللي هو هيذكرهم دول. قالك the bulk cryogenic liquid central supply system or micro bulk cryogenic liquid system is outside of and remote from the building that the oxygen supply service and there is no connected in building oxygen reserve sufficient for an average day supply. يبقى هنا لازم يبقى الكونكشن ده هي بوفرها في حالة إذا كان عندي البلك اوكسجين او اللي هو البلك تانك الخاص بالليكويد اوكسجين ده يبقى ريموت، يبقى هنا بعيد شويه عن اللي هو المبنى اللي بيخدمه ده حاجه. والحاجه الثانيه ان مفيش سكندري سبلاي او مفيش سكندري سورس موجود عندي يقدر يغطي معايا الديماند لمده ايام، ماشي، لمده ايه، لمده ايام. في الحاله دهيت يبقى في الحاله دهيت يبقى لازم اوفر اللي هي وصله بتاعه الامرجنسي دهيت علشان خاطر اطلب سورس زياده خارجيه لحد ما احل المشكله اللي موجوده عندي في حاله حدوث صيانه او حدوث كسر او غيره، تمام. الحاله الثانيه لو كان عندك اكتر من مبنى، يعني هنا الحاله الثانيه او الشرط الثاني بيقول لك لو انت عندك اكتر من مبنى، المباني دي كلها بتتغذى من سورس واحد خاص بالاكسجين، تمام. ففي الحاله دهيت لازم توفر لكل مبنى من المباني دهيت وصله خاصه بالامرجنسي. ليه؟ لان هو ممكن اي كونكشن من الكونكشنز الخاصه بيه اللي هي اي بيلدنج من البيلدنجز الموجوده عندي يبقى ايه يحصل فيها مشكله. طيب يبقى هنا في الحاله دهيت هتوقف المنظومه كلها؟ لا، يبقى هنا بتوقف اللي هي الوصله اللي رايحه للبيلدنج بتاعتي ديت. فايه لازم اوفر لها مصدر تاني احتياطي اللي هي بيتم عن طريق اللي هي الوصله بتاعه الامرجنسي ديت. طيب هو بيقول ايه، بيقول لك multiple freestanding building are served from single oxygen source such that damage to the interconnecting oxygen line could result in one or more building a losing oxygen supply in which case each building is required to be provided with a separate emergency connection. يعني كل مبنى من المباني ديت هتحط له emergency connection تتحط ايه خارجه. يعني اهو هنا بقى بتكلم على اللوكيشن بتاع اللي هي الامرجنسي بوكس او الامرجنسي اوكسجين سبلاي كونكشن ديت. قال لك ذا بوكس ماست بي لوكيتد اون ذا اوتسايد اوف بيلدينج، يبقى هنا لازم يبقى يكون خارج المبنى. اكسس فور تراك اور تريلر ماست بي افيلبل سو كونكشن كان بي ميد تو ذا بوكس فروم بورتابل سورس. يبقى هنا لازم بيكون عندي عامل حسابي في العربيه اللي بتيجي وتوصل بي اللي هي الامرجنسي كونكشن ديت. قال لك زمان اون هويتش ذا تراك ويل سيت ماست بي كونستراكتد بوس فور ذا سيرفيس لود اوف ا فول تانكر اند تو اكاونت فور ذا بوسيبل سبيلج اوف ليكويد اوكسجين نو اسفلت ميبي. يبقى هنا بناخد بالنا ان لازم ابقى عامل حسابي ان الارضيه نفسها تقدر تتحمل وزن العربيه وهي محمله طبعا بالاكسجين، والحاجه الثانيه ان هي تبقى غير مساميه، ما ينفعش مثلا رمله، ما ينفعش تبقى مثلا كونكريت مسامي، الكلام ده كله علشان خاطر لو حصل تسريب من العربيه اثناء عمليه ايه التوصيل. وده شكل اللي هي الامرجنسي
الكونكشن دهيت بتلاقي عبارة عن مدخل اللي هو جيت فالف يعني أو بول فالف، وبيبقى فيه بريشر جيج وبيبقى فيه تشيك فالف. نشوف التفصيلة بتاعتها كده. التفصيلة ديت هتلاقيها موجودة عندك في الـ NVBA 99 في الـ Annex A، فده هو بيوري لك الكونكشن كلها بتاعتها. ادي البوكس نفسها، وادي بيبقى هنا في اللي هو الانت ايزوليشن فالف بيبقى من نوع البول، وبعد كده عندك اللاين الاساسي اللي هو بتاع الاكسجين بيتم التوصيل عليه، وبعد كده بتلاقي على الكونكشن ده تشيك فالف اهو ده السيمبل بتاعه، وبعد كده بتلاقي فيه ريليف فالف. الريليف ده علشان خاطر لو زاد الضغط عن حد معين يبدا ايه يسرب او يعمل فينتنج للهواء الجوي، وبيبقى فيه طبعا بريشر سويتش على سنسور علشان خاطر ينبه او يدي تحذير في حاله زياده الضغط او نقصان الضغط موجود عند في الخط، وبيبقى فيه طبعا بريشر جيج علشان خاطر ايه يبين الضغط او يبقى مبين لي اللي هي الضغط الموجود عند في المنظومه. وادي شكلها فعليا اللي هي الامرجنسي كونكشن دي بتاعه الاكسجين. فبيقول لك ان ماكسيمم انبوت بريشر اهو 100 بي اس اي، وده هو شكل الايه الكونكشن بوكس بتاعتك. حاجه يعني مش كبيره، يعني تبقى مثلا 80 في 80 80 في 60 حاجه كده. طيب بعد كده بالنسبه لي اللي هو السلندر مانيفولد، تمام، يبقى جاز اند ليكويد مانيفولد، يبقى سواء كان اللي هي جاز سلندر او كانت اللي هي الليكويد سلندر اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي حاجات بتبقى شويه اصغر من البالك تانك. And headers and in building emergency reserves. هنا بيتكلم بقى عن اللوكيشن والغرفه نفسها بتاعت اللي هي السلندر مانيفولد، وايه هي الريستريكشن الخاصه بالغرفه دي. تعال نشوفها كده مع بعض كده ايه واحده واحده. اول حاجه قال لك ensure the intended location has at least of the following characteristics. اول حاجه the intended location complies with detail 4-8 اللي هي دي. قال لك هنا ان لازم يبقى عندك الغرفه اللي انت تختارها الخاصه بالجاس سلندر مانيفولد على الاقل واجهه واحده من الواجهات الخاصه بالغرفه ديت بتبص على طول على ايه على الخارج، تمام، يبقى بتبص على الخارج يعني خارج المبنى ده علشان خاطر عمليه التهويه وان ما يحصلش تراكم للغازات داخل اللي هي الغرفه نفسها، تمام. ليه اعتبارات ثانيه برضو هنشوفها مع بعض كده ايه واحده واحده. الحاجة التانية is of access between the loading dock and the intended location، يبقى هنا لازم يبقى الدخول ليها سهل علشان خاطر انا كل شوية هغير الاسطوانة ديت، فما تحطليش مثلا الغرفة ديت في مكان محذوف ما ينفعش اوصل له، يبقى هنا بيبقى صعب في عملية اللي هي اللودنج والانلودنج ان انا اخد الاسطوانات الفارغة واحط مكانها اسطوانات ايه مليانة. At least one outside wall for ventilation and for piping vent line to a to the outside، ليه بقى لازم على الاقل حيطة واحدة من الحوائط اللي هي خاصه بالغرفه بتاعه السلندر ديت بتبص للخارج. طيب ايه هي بقى الريستريكشن اللي قالها بقى في الاتش تي ام، ولازم بقى يعني اخد بالي من كل نقطه من النقط اللي هي ذكرها. اول حاجه قال لك ان السلندر ستور شود بي لوكيتد ات جراوند ليفل، يبقى هنا ما ينفعش بقى تقول لي هختار بقى مكان السلندر مانيفولد دي في البيزمنت مثلا، ما ينفعش تبقى مثلا في الدور الاول، ما ينفعش تبقى في الدور الثاني، يبقى هنا بختارها في الجراوند ليفل وحيطه من الحوائط بتاعتها لازم تبص للخارج، تمام. نوت اندر جراوند فور اكزامبل ان ايه ان بيزمنت. الحاجه الثانيه سيلندر ستور شود بي لوكيتد از كلوز از بوسيبل تو ذا دليفري بوينت، يبقى هنا لازم يكون ليها مخرج زي ما قلنا ليها مخرج بيبقى سهل عمليه اللي هي الدليفري بوينت او عمليه اللي هي النقل بتاع الاسطوانات سواء كانت الفارغه او ايه المليانه. Wherever possible there should be only one delivery supply point for each site. بعد كده no parking should be permitted within the delivery and storage area other than for loading and unloading cylinder. يبقى هنا ما ينفعش المكان مثلا اللي بيعمل فيه نقل الاسطوانات او اللي بتركن فيه العربيه اللي هي محمله بالاسطوانات الميديكال جاز دهيت ان هي يبقى مكان ركنات عربيات مثلا، فتيجي العربيه اللي هي محمله بالاسطوانات ما تقدرش ان هي تدخل الاسطوانات جوه او تعوقها في الحركه بتاعتها، يبقى هنا لازم اطلب من المعماري المكان ده خلاص يبقى ما ينفعش فيه باركينج نهائي. The location of the cylinder store should be marked clearly on the site plan for ease
of an identification in the event of an emergency. يبقى لازم يبقى في لافتات، في حاجات موضحة ان ايه الغرفة دي بتاعت ايه، بتاعت الغازات بتاعت الميديكال. Stores shouldn't be located in close proximity to any installation that may present a fire risk of other hazard. يبقى هنا ما ينفعش ان هي تبقى قريبة مثلا من مصدر بتاع حريق، مثلا وليكن غرفة بتاعة ديزل، او غرفة مثلا بتاعة مواد مشتعلة مثلا، تمام، او مكان بيبقى فيه حريق، او مكان فيه مثلا بويلر ممكن تسبب فيه حريق. يبقى دي كلها لازم يبقى فيه دراسة خاصة بحاجة اسمها الفاير اسسمنت، او اللي هي الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر حول المنطقة بتاعت الايه الميديكال جاز سيلندر ستور. في الكود بتاع الاتش تي ام بارت بي بقى هتلاقي فيه تفصيله بيوري لك يعني شكل الغرفه نفسها، لما تيجي يعني ترسم الغرفه تمام يبقى بتلتزم بالشكل اللي هو مديهولك في الاتش تي ام. وطبعا الابعاد بتاعه الغرفه نفسها بتتوقف على عدد السلندر، يعني لما هتخزن 100 اسطوانه غير لما هتخزن مثلا 10 اكيد، تمام، فالابعاد بتاعتها بتختلف، لكن بلتزم بالشكل نفسه، تمام. الفورمات نفسها بتاعه الاوضه بلتزم بيها. فده هنا بيوري لك اللي هي التخزين بتاع الميديكال جاز ستور، وهنا بيوري لك التخزين الخاص بالنون ميديكال جاز ستور اللي مش بيهمنا يعني لدرجه اللي هو النون ميديكال جاز ستور، لان هو مش موضوعنا يعني، تمام. اللي بيهمنا اللي هو ايه الميديكال جاز ستور. فهنا اول حاجه لازم يبقى في باب بيفتح للخارج اللي هو بيطل على رصيف مثلا اللي هو بتاع التحميل اللي هو اللودنج دور، تمام. فبتيجي اللي هي رصيف التحميل بيبقى شويه عالي كده، فبتيجي العربيه بتدخل بالصندوق بتاعها. طبعا الرصيف نفسه مش بيبقى بارتفاع الصندوق، تمام، بيبقى اوطى منه شويه، فبتاخد انت من العربيه وبتبدا تدخل عندك في المكان بتاع ايه بتاع الغرفه السلندر او غرفه اللي هي المانيفولد. هنا بتقسم عندك الغرفه لمنطقتين، المنطقه اللي هي بنسميها الفول بي، يعني هنا بيبقى فيها اللي هي الاسطوانات المليانه والمتوصله على اللي هي المانيفولد، وفي البي الثانيه او الباكيه الثانيه اللي هي بيبقى فيها الامبتي بي اللي هي بيبقى فيها الاسطوانات الفاضيه. وبتبدا هنا على حسب انواع الغازات الموجوده عندك بتحط بارتيشن هنا او ديفيجن، تمام. البارتيشن ده ممكن يبقى سوليد، ممكن يبقى مش يعني مخرم، بس اهم حاجه الفاصل ده يبقى عندك من الارض للسقف، تمام، يبقى فروم فلور تو ايه تو روف. والبارتيشن ده بتعمله كفاصل ما بين كل غاز والتاني، يعني هنا مثلا هتحط اكسجين، هنا نيتروز، هنا نيتروز اوكسايد، هنا مش عارف ميديكال اير، يبقى هنا بتحط ايه البارتيشن بتاعتك دهيت بحيث ان هي تفصل ما بين كل غاز وايه والتاني. ولازم يبقى فيه ممر، الممر ده هو علشان خاطر ايه بيجي الراجل بحاجه زي ترول كده، فالترول ده بيبقى بعجلتين مثلا بيزقها كده، فبيروح يدخل جوه الفراغ دوت ياخد الاسطوانه مثلا اللي هي اللي فضيت او حاجه زي كده، وايه بعد كده بيطلعها على بره وياخد مكان الاسطوانه مليانه وايه ويدخلها مكانها، تمام. فهنا لازم يبقى في ممر، الممر دوت لا يقل عن 80 سنتي، الممر ده ما يقلش عن 80 سنتي، يعني ممكن يبقى متر متر 20، تمام، لكن ما يقلش باي حال من الاحوال عن ايه عن 80 سنتي. فده كل ده بيساعدك في تحديد هي الابعاد بتاعت مين الغرفه اللي انت بتحتاجها. يبقى ابعادها بتتوقف على عدد الاسطوانات، لازم اقسمها منطقتين، منطقه خاصه بالفول ومنطقه خاصه بالامبتي، ولازم يبقى في ما بينهم ممر، الممر دهوت ما يقلش عن 80 ايه عن 80 سنتي لسهوله الحركه وتغيير اللي هي الاسطوانات بتاعتك. وحاجة إضافية إن أنت بتوفر حاجة اسمها emergency exit، إن مثلا الغرفة ده هي وليكن مثلا بتطل على كوريدور، فبتعمل برضو باب خارجي كemergency أو كطوارئ يعني بيطل على الكوريدور بتاعك، تمام. طيب نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله باذن الله نكمل المحاضره اللي جايه، بس عشان خاطر يعني ايه الداتا ما تبقاش كتير وتبقى اوفرلود عليك. فباذن الله المحاضره اللي جايه هنكمل باقي اللي هي انواع الغازات زي الميديكال فاكيوم والكمبريسور، وهي الاعتبارات التصميميه الخاصه بالغرفه الغرف ديت، تمام. وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على قصه اللي هي الزونينج فالف، وايه هي برضو الريستريكشن الخاصه بيها. يعني زي ما قلت لك، انا قلت لك في الاول محاضره ان ممكن يبقى الداتا دي كلها نشرحها في محاضرتين، بس انا مش حابب ان انا يعني اعمل لود زياده للمعلومات، فنقسمها على اكتر من محاضرتين بحيث ان هي ايه يبقى الاستيعاب بتاعها يبقى مظبوط. اشوفكم باذن الله في المحاضره اللي جايه، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.